يعني هي السمنة ليها كذا تأثير على القلب، في تأثير مباشر وتأثير غير مباشر. تأثير مباشر ازاي؟ ان طبعا السمنة ده يعني وزن زيادة عن الجسم، فطبعا ده بوزن زيادة عن عضلة القلب اللي هي البمب او المضخة لضخ الدم، ان هي مش هتقدر تضخ الدم لكل حجم الجسم ده، خصوصا الناس بحاجة اسمها البي اس اي او الاريا، يعني الجسم مش بيتحسب بالوزن الحقيقي اللي هي الاريا كبيرة، وبالتالي فده بيبقى وزن تقيل على القلب ان هو يضخ دم لكل الجسم ده. طب ايه تاني؟ الدهون دي نفسها دي بتذوب، يعني احنا اثناء الحركه او اثناء المجهود في كميه دهون كبيره جدا متخزنه في الجسم، وبالتالي الدهون دي بتروح للشرايين، وبالتالي ممكن تسد الشرايين بسهوله جدا، سواء شرايين المخ، شرايين القلب، شرايين طرفيه حتى الساقين، فده برده تاثير مباشر على القلب. الحاجه الثالثه ان البطن بالذات، يعني الابحاث اثبتت ان كل ما الدهون زادت في منطقه البطن اللي هي معظمنا اللي هي بنسميها سانيتري لايف او الحياه المتراخيه، او الاكل طبعا مش مظبوط، اول حاجه بتتجمع هي البطن. طب الدهون بتاعت البطن دي غير التاثير المباشر بسد الشرايين او التاثير المباشر اللي بتزود الوزن على القلب، ان هي بتعمل حاجه اسمها ريزيستنس الانسولين او مقاومه الانسولين، فبالتالي الانسولين اللي بيخرج من الجسم ما بيعرفش يحرق الدهون، فهي بيسموها بارادوكس او عامل مزدوج، ان انا ما بعرفش احرق دهون، اي اكل باكله بعد كده حتى لو عملت له حركه كويسه مش هيتحرق، هيتخزن برده في شرايين القلب وفي الجسم كله. ان الدهون بتاعت البطن بالذات اكتر حاجه بتسد شرايين القلب، فدي كلها تاثيرات من الدهون الموجوده في الجسم على القلب.